أنا يوم يطلع بالعربة أنا وأطلع حلقة سولة على مود عين أهلي وأبقى وأتعلم على الشغل أحسن من ما أبقى قاعد بالبيت. بهذه العبارة البريئة المؤلمة انطلقت جولنا في أسواق وطرقات صلاح الدين لنرى الزهور من الأطفال تنتشر فيها كيد عاملة أو باحثة عن عمل. فما مرت به المحافظة من ظروف الحرب والتهجير قد أدى بالكثير من الأطفال إلى أن يكونوا معيلين لعوائلهم بعد فقد المعيل. أنا صاحب محل، يومين يجون عشرات الأطفال يبحثون على عمل، والمحلات اللي منا كذلك. أبو المحل بإمكانه شغله واحد مو أكثر، فالأمر والقضية قضية الدولة، تحتضنهم ترعاهم لين تركوا مدارسهم ومستقبلهم مجهول، والتجهوا يبحثون على عمل. تلقى شنو سببه دا يدور على شغل غير سبب؟ تلقى سبب الحروب، تلقى أبوه متوفي أو أمه متوفية وتلقى يتيم فيتجه إلى العمل. فهذه هي قضية كلش خطرة أن نلتفت إلها. يعني هذا الطفل وقت لعبة لو وقت يجي يجيب له تقول له روح جيب لي معيشة. ناشطون في حقوق الإنسان دعوا إلى الوقوف عند مسألة عمالة الأطفال التي وصلت حسب استقرائهم إلى أكثر من 30% من أطفال المحافظة. وهذا الانخراط والاختلاط بالشارع لمثل هذه الأعمار يشكل ظاهرة اجتماعية أخلاقية خطيرة حسب وصفهم. يمكن أكثر من 30% من الأطفال هم منخرطين ضمن العمالة، عمالة الأطفال. يعني أعتقد هاي نسبة خطيرة، وهذا فتعد التصاعدي يمكن غير مسبوق. هذا كله نتيجة الظروف والأزمات الأمنية والحروب والكذا. أعتقد أنه لابد على الدولة احتضانهم، وإلا راح نشوفهم ينخرطون في خطوط هم لا سمح الله تكون إرهابية، أو يستغلون ربما من بعض ضعاف النفوس. فلابد من احتضانهم، لابد من توفير يعني عمل يناسبهم، توفير حقوق لهم. بدلا من أن يتوجهوا إلى مقاعد دراستهم توجهوا إلى العمل إذ أصبحوا معيلين لعوائلهم وبهذه الأعمار. أطفال غابت عن طفولتهم متطلباتها بعد غياب المعيل لهم من ذويهم أو من المسؤولين عنهم. من صلاح الدين، فراس الحسني، التغيير.